هنبدأ برؤية حضرتك للتوترات الموجودة في الوسط والأحداث وما أطلق عليه الأزمة اللي موجودة في الوسط الكروي في مصر طوال الأسابيع القليلة الماضية، حضرتك رأيك؟ الحقيقة هي أزمة من غير لازمة، يعني أنا مش قادر أفهم أزمة ليه يعني، و يعني اتعمل أزمة يعني في دلوقتي أزمة، إنما هي ملاش لازمة الحقيقة، ما كانش يجب أن تكون. وعايز أقول إن إحنا في الوقت اللي بلدنا فيه ما تتحملش هذا الكلام بلد، وده مش انا يعني لا اهدد ولا نظريه مؤامره ولا الكلام ده كله ولا انما عايز اقول ما ينفعش. واحنا النهارده عمالين كل ده بدل احنا لان احنا 6-7 سنين اللي فاتوا دول عمالين نقسم في المقسوم، عمالين نختلق. وانت لما تشوف على تويتر او التواصل الاجتماعي انت بتشايف الناس على طول اول ما بيتحاوروا بيتخانقوا، فانت يعني انت ودي مصدره ليك يعني في من الجيل الرابع والخامس بتاع الحروب ده، مع حاجه معموله يعني مقصود. فانا ما ينفعش بس باخد حاجه فيها جماهير وفيها ناس اعمل فيها ده، وما ينفعش اللعب ده لان ده لعب بالنار يعني، عشان ده خطر، خطر ده. وانا سعيد جدا بالمبادره اللي طلعت من مجلس النواب الحقيقه نائب صلاح حسب الله وسيد وزير الشباب، يعني على فكره ان يكون هناك توافق ويتحل الكلام، يا ريت يحصل ده هذا الكلام. انما لما نيجي نبص للمساله بنظره موضوعيه وبسيطه، الموسم غصب عننا كلنا موسم مضغوط. ليه مضغوط؟ لان الكاف الاتحاد الافريقي كان لازم يعدل مواعيد المسابقات بتاعته، مسابقاته اللي هي البطولتين بتوع البطولات الافريقيه البطولات الافريقيه الكونفدراليه ودوري الابطال، يعدلهم عشان يبقوا مع 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 اوروبا يعني كل المسابقات، عشان لما يبقى في وقف هنا وقف هنا عشان ما يحصلش تعطيل لما يبقى في حدث، عشان كمان اجنده ارتباطات المنتخبات في العالم كله تبقى واحده كلها. والاتحاد الافريقي قال الاتحاد المصري، والاتحاد المصري ابلغ الانديه بهذا الكلام وقال لهم عشان نحل المشكله دي وما يبقاش في ضغط مباريات نلعب مجموعتين. فالمجموعتين يعني انك انت تقدر تلعب بقى براحتك يعني، هيبقى لو عندك وقت كويس قوي تقدر تخلص في الانديه كلها رفضت المجموعتين. قال لهم الاتحاد رجع قال لهم طيب خلي بالكم هيبقى مضغوط، قالوا نلعب مضغوط خلاص، ادي البدايه. وافقنا على اشياء وفقا للجدول، جت السنه دي دخلت البطوله العربيه على الالتزامات اللي موجوده، فبقى في بطوله عربيه وبطوله افريقيه، بطولتين افريقيه يعني، في بعدنا 6-7 انديه داخلين في لان البطوله العربيه دخل فيها انديه اكتر. فطبيعي لما يبقى عندك 6 أو 7 انديه بتأجل لهم مباريات هيحصل لك ربكه. الربكه دي ادت ليه؟ لان الاهلي كان عنده بطولة الأندية ووصل للنهائي، فمعنى انه يوصل للنهائي انه عنده ماتشات كتيرة اتأجلت، ووصل للنهائي في الموسم اللي احنا فيه ده، وخلص النهائي، خلص النهائي بعديها ب3 أسابيع لعب البطولة التانية، فهو أكتر نادي اتعمل له مؤجلات. البعض بيحاول ان يصدر ان فكره المؤجلات دي يعني مجامله للاهلي، ولا مجامله ولا حاجه، ده هي معروف مسبقا ان ده هيتم. والمؤجلات اللي محدش واخد باله منه ان الاهلي او اتحاد الكوره والكل هنا خلاص، والكل قابل، احنا قابلنا ان يبقى مضغوط خلاص. في شهر فبراير اللي احنا فيه، من فبراير 2 فبراير ل 28 فبراير الاهلي لعب 5 ماتشات وهيلعب 3، 8 ماتشات في 26 يوم، هذا ده رقم قياسي غير مسبوق في اي حته في العالم. مفيش فرقه لعبت 8 ماتشات في 26 يوم في على الاطلاق. ومع ذلك لم يتكلم الاهلي. ظهرت الأزمة إن في حد عايز يأجل ومش هلعب، اللي هم بقى في فرق عندنا قعدت 25 يوم ما بتلعبش، يعني ده بيلعب كل 3 أيام ماتش، وفي ناس قعدت 3 أسابيع ما بيلعبوش و4 أسابيع ما بيلعبوش شهر. أنا هنا لازم كلنا نتحمل، ولما تبقى في دايما حاجة ما حدش يصدر أزمة، إنما نيجي على نفسنا ونحل. ده ما يجب أن يكون. فجأة اتحاد الكورة عمل حكاية ان 28 ده بعض التعديلات على الأزمة دي كلها وحط حاجة، فالأهلي قال لهم الله يعني أنا مضغوط، أنا ده أنتوا كنتوا لازم تيجوا في ماتش 28 ده لما أنتوا هتفضوه ده وهتشيلوا تأجله علشان بيراميدز عايز ما يلعبش لما الأهلي يلعب مع الزمالك، وهو ده قانونيا حقه. إنما في الأزمة دي كان إنما هو طالما أنه طالب بده خلاص، فقالوا له لا هنحط لك ماتش هنا تاني. قال طب حط ماتش ده، انت خليني اشم نفسي يعني، انا 28 خاصة ان في سفريتين بره وسفريه داخليه جونا في الثمان حكايه كل 3 ايام الفتره دي المتبقيه، فوضع غريب. اتمنى ان فكره المصالحه، اتمنى ان الموضوع
يعني ينظر اليه بهذا الموضوع. لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض دلوقتي. احنا عندنا بطوله. هل ممكن الانديه المصريه تتعامل مع بعض كده يا استاذ ابراهيم، انه اي نادي بيمثل مصر دوليا في اي مسابقه قاريه او دوليه يبقى في تكاتف معاه وتفاهم ان ده بيمثل الرياضه المصريه رغم طبيعه المنافسه اللي بين الانديه دي، ولا ده كلام حالم بعيد عن الحقيقه هو وعن مش الواقع؟ حكايه حالم، اذا خلصت النوايا كل حاجه تتحل. يعني احنا مساله فكره، اصل انت خلي بالك احنا تعرضنا لمشكله في الفتره لما دخلت فكره الروابط اللي موجوده، حصل عبث في هذه المنظومه. وانا كان شيء جميل جدا يبقى عندي شباب بيشجع وبيعملوا الكلام ده، وشيء جميل جدا ان كل واحد زي ما بنقول ان كل واحد يبقى عنده هوايه وعنده نشاط اخر خلاف المهنه اللي بيشتغلها، لان ده كويس جدا انك تبقى عندك اهتمام اخر بشيء اخر. فكره الانتماء دي شيء عظيمه جدا، انما لما يتلعب في الانتماء ويتحول لتعصب هنا بقى نقول نقف هنا شويه، لان احنا دخلنا، لان انا الانتماء مش جنسيه. يعني حضرتك اهلاوي او انا اهلاوي او انا زملكاوي، انا مش جنسيتي دي، لا ده انا منتمي للزمالك. هذا الانتماء بيتوقف ويقف عند الانتماء لمصر، ولازم بقوه الدفع لهذا الانتماء، هو ده الموضوع. فهي دي الفكره، تحولت المساله لتعصب في خلال الهرتله اللي كانت شغاله في الست سبع سنين اللي فاتت دي كلها، فالمساله ظاطت. انما لما نيجي نبص للموضوع، ما احنا يا اخي بنشوف كل الانديه بتلعب بره ولها جمهورها، مع ان انديه صغيره لما تشوف الدوري الاسباني او الانجليزي بيلعب مع المتصدر الدوري وبيلعب لاخر حاجه ويتغلب بيه كله وبيسقف له كله وكله، يعني ده موضوع. حضرتك بتشوف الناس بتكتب ازاي على الفيسبوك وعلى المواقع في كلام الكوره، شيء جماهير نادي بتكتب عن جماهير نادي اخر او منافس بيكتب عن منافسه، بلاقي حاجات الحقيقه انا مش شايفها علاقه بالكوره. وكاننا مش اللهم اهلك الظالمين، اللهم رد كيد المعتدين. يا جماعه انتوا بتتكلموا في امور رياضه ومنافسه في العالم كله، كاننا مش مصريين. ازاي وصلنا للدرجه دي؟ ما هو ده وصلنا لانك انت بلدنا يا محمد من 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 بعد 73 بدا التركيز على المنطقه كلها، اللي هو كان تحضير لما سيحدث بعد كده ب 20 سنه ولا 25 سنه. كانوا بيحضروا، اول حاجه عملوها ايه تفتكر؟ عملوا رساله تحذيريه لمصر والسعوديه. السعوديه اللي عمل السلاح البترول الملك فيصل رحمه الله عليه، وفي مصر الرئيس السادات اللي خد قرار الحرب. الاثنين قتلوا، ده في وسط جيشه وده في قصره. ده رساله كانت، ما خدناش بالنا. بدات الحكايه وبدا التفكير والكلام ده كله، فبيفك. هل احنا النهارده بين يوم وليله قمنا الصبح كده يعني مثلا فات علينا بورس مثلا بين اخلاقنا وحشه؟ هل وقعنا من على السرير الواحد دماغه اتخبطت بقى هرتل؟ لا، انت فكره الفتنه وعدم القدره على انك انت تتحاور، وفكر كل الحاجات السيئه اللي بنشوفها دي نتاج اشياء كثيره جدا عملوها. عشان نخلص من دي لازم يبقى في بدايه النور، النفق المظلم ده لازم يطلع فيه نور. زي انا بحيي الحقيقه سياده النائب صلاح حسب الله في مجلس النواب على المبادره اللي عاملها دي. لازم نقف في ايه يا جماعه؟ اكبر نادين عندنا يبقى ده مش ممكن. لازم كل الكلام ده يوقف، ولازم يبقى فيه سكه تانية للحاجات دي كلها. لازم يبقى فيه طريق تاني. ده حتى انا يعني هسال حضرتك سؤال، مش عارف اذا حضرتك تتفق مع رايي ده ولا لا. في رؤيه بسيطه جدا بتقول مع احترامنا لكل كيان وكل شخص او مؤسسه غير مصريه عربيه او اجنبيه ممكن تاتي للاستثمار والمشاركه معانا، لكن اصحاب الراي ده بيقولوا مش من باب اولى يبقى في احترام متبادل بيننا كمصريين عشان غير المصري يحترمنا لما يشوف احترامنا لبعض، لانه لا يمكن ان يحترم المصري اذا لم يحترم المصري المصريين اللي زيه. يعني دي بديهيات. راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ انا رايي ان انا ده ما تبصلهاش كده. مش الصغيرين بقى اللي طالعين شايفين الاكبر لغه الحوار بتاعتهم اللهم اهلك الله الله الله. يعني مثلا احنا ده حرب بقى مش ده مش يعني ده بلد ثانيه، بقينا بلد ثانيه. ده لازم ده بصوره او باخرى الكلام ده لازم بصورة أو بأخرى نتصدى ليه بسرعة. الله، هو الأصل في الإيه؟ هو الرياضة إيه؟ ده أنت الرياضة أسمى نشاط تربوي وأعظم نشاط تربوي على الإطلاق. ده بيتقرب ما تفرقش. يعني بقت الرياضة دلوقتي إن إحنا بنتخانق مع بعض وبنقرب بعض مش مع إنها في النهاية شيء جميل، يعني حاجة بتسعد الناس يعني، وسيلة للترفيه حتى لو بقت في إنفاق وفي صناعة وفي استثمار، بس هي في الأساس رياضة. يعني زي ما حضرتك بتقول حاجة المفروض بتسعد الناس يعني. وهي أصلاً مش معمولة عشان نتخانق. يعني معمول المفترض انها بتقرب الناس. ده فكره كاس العالم نفسه لما اول مره يعملوا مسابقه عالميه لكره القدم قالوا عشان نعمل وسيله سلميه وجميله وحضاريه للتعارف بين الشعوب وبين الثقافات المختلفه. وهو كوبرتان اللي هو المحامي الفرنسي اللي عمل الدورات الاولمبيه، هو عملها ليه؟ لان كانت قبليها كانت كل الشعوب بتتخانق، عندهم فرط قوه، عندهم فائض قوه، فهيطلعوه في ايه؟ كانوا بيحاربوا
فعمل الدورات الاولمبيه عشان يمتص فيها هذه الطاقه دي الطاقه دي والعنف ده كله. احنا دلوقتي اللي بنعمله ده ما ينفعش ما ينفعش، لان انا عندي طب احنا كنا كبار بيعملوا كده، الصغير اللي بيتربى على ده هيعمل ايه؟ ده هيطلع هيمص دم بعض بقى. يعني حضرتك بتطالب كل رموز منظومه الرياضه وكره القدم المصريه والانديه المصريه والاتحادات الرياضيه وفي مقدمتها طبعا اتحاد الكوره وتداخله مع اللعبه ومع الانديه المشاركه في الدوري الممتاز، انهم الكل يعيد حساباته بالنسبه لطريقه التعامل بين كل الاطراف. ده لازم ده لازم ده لازم يبقى في حاجه كده، يعني لازم يبقى في حاجه كده، ولازم انا بقى كاتحاد عندما انظم واخذ قرارات لازم ابقى منصف ولازم ابقى عادل، لان هو ده الاساس. لانك انت لما تيجي تعمل مسابقه دايما بتقول تكافؤ الفرص، لازم يبقى الفرص كلها متكافئه، لازم نعمل ده. انما في الاول وفي الاخر احنا عاملين ازمه ليه؟ عاملين خناقه ليه؟ هل 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 مصر تستاهل ده مننا؟ هل الوطن يستاهل من قبل؟ الاعلام الرياضي دوره ايه يا استاذ ابراهيم في الكلام ده كله؟ دلوقتي انا ما اعرفش، يعني المفروض ان 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 دلوقتي كل كل من يعمل في القطاع، بالعكس انا كان شايف الغلاف بتاع الاهرام الرياضي كان غلاف كويس اللي عامله محمد شبان رئيس تحرير، اللي بيقول انتبهوا يعني في ازمه يا جماعه ما ينفعش. انت لما تيجي الدور بتخانق عليه، وانت عاملين الدوري عشان نتخانق؟ اذا كنا عاملين عشان نتخانق اقفلوه، اذا كان ده هيفرقنا نقفله، اذا كان ده هيمزعنا كمصريين ما ينفعش. بقى انا فيش عمالين ناس تستشهد على الحدود عشان احنا نعيش، واحنا عمالين نشتم في بعض بدل ما نبقى سعداء بالمنافسه وكل واحد يعني يشجع ويحب فريقه، ندور على اسباب تانية للخلاف، يعني نختشي شويه، يعني ما ينفعش كده، ما ينفعش ناس عماله بيقدم روحه عشان يحمي البلد دي واحنا عمالين نهد في دور البلد دي من هنا. طيب.